أضحية أمة الإسلام في هذه الأيام العشر، فهي أيضا من العبادات الفاضلة التي خص بها هذا الزمان المبارك، ولا تؤدى الأضحية إلا يوم العيد عاشر أيام العشر من ذي الحجة يوم النحر. فصل لربك وانحر، هذا أمر الله للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو القائل سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فما يذبحه الحجاج من الهدي في منى يوم العيد هو من جملة ما يذبح وينحر لله عز وجل، وما يذبحه المسلمون غير الحجاج في كل بلاد الدنيا هي الأضاحي التي تذبح في ضحى يوم العيد. قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. الأضحية عبادة مشروعة باتفاق أمة الإسلام، وهي سنة مؤكدة لدى جمهور الفقهاء، وقد قال بعضهم بوجوبها على القادر وهو قول وجيه، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: من قدر على الأضحية فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. عظيمة هي الأضحية يا كرام، هي سنة اثنين من الأنبياء الكرام عليهم السلام، الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ضحى إبراهيم عليه السلام لما قال الله له: وفديناه بذبح عظيم، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وضحى نبينا صلى الله عليه وسلم تأسيا بأبيه الخليل إبراهيم عليه السلام، ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وضع رجله على صفاح أعناقهما فسمى وكبر وذبح لوجه الله عز وجل. فهي سنة عظيمة، وإن كانت الفضائل الواردة في فضائل الأضحية تفصيلا ببيان الأجر والوجه فيها لا يصح من الأحاديث شيء رغم كثرتها. وقد قال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله: وقد روى الناس فيها، يعني في الأضحية، عجائب لم تصح، لكن الفضل ثابت بجملة النصوص الشرعية، ومضى فيها بعض الآيات الواردة. ومن هنا ذهب جل أهل العلم إلى تأكيد سنيتها، واختار شيخ الإسلام في القول الذي هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك وأحمد أنه لا يجوز للمؤمن القادر الموسر تركها، بل هي واجبة عليه. وتقدم قول أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرج ابن ماجه مرفوعا، ورجح البيهقي وابن حجر وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذه الأضحية يا كرام من أجل العبادات العظيمة في هذه العشر المباركة، وإنما تذبح يوم العيد. يتهيأ لها المسلمون بشرائها، ويتهيئون بانتقائها واختيارها، ويستعدون لذبحها يوم العيد، يطبقون فيه السنة. المقصود في الأضحية امتثال أمر الله وتعظيم الله عز وجل، كما يعظم الله بالذكر تهليلا وتكبيرا وتحميدا، يعظم الله عز وجل بذبح الأضاحي لغير الحجاج والهدي للحجاج. كيف يعظم الله؟ يعظم الله بأمور منها: أولا امتثال أمره سبحانه، فصل لربك وانحر، أداء هذا النسك والتقرب إلى الله بهذه العبادة. يعظم الله في الأضحية ثانيا بإخلاص النية لوجه الله الكريم، وأنها عبادة يحبها الله فنذبحها تقربا إلى الله عز وجل. نعظم الله بإخلاص النية لا رياء ولا سمعة، لسنا نذبح الهدي والأضاحي استكثارا ولا رياء ولا مفاخرة ولا مباهاة، لسنا نذبح أضاحينا في عموم بلاد الإسلام مفاخرة ومراءة للناس أو مسايرة للمجتمع، نذبحها إخلاصا لوجه الله الكريم. تعظم الأضاحي ثالثا بحسن اختيارها وانتقائها وشراء الأجود والأنفس والأغلى ثمنا. قال الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هي الهدي والأضاحي. أشارت الآية إلى أن تقوى الله تتحقق بتعظيم الله في تلك الشعائر.
قال السلف تعظيمها استسمانها وغلاء أثمانها، أن تشتري الشاة أو البقرة أو الناقة السمينة الثمينة، فإن سمنها وكثرة لحمها يتبعه بالضرورة غلاء ثمنها، فتشتريها تعظيما لله عز وجل. يكون تعظيم الشعائر رابعا بطيب النفس، بطيب النفس في بذل نفقتها، في شرائها، في الفرح بذلك والسرور. لا يشعر مسلم قط أنه في أضحيته قتر على نفسه أو زاحم نفقة أهل بيته بشراء الأضحية، كلا والله، بل هو طيب نفس يقبل به العبد، لأنه يعلم أنها قربة يتقرب بها إلى الله. يا إخوة الإسلام، ولله المثل الأعلى، لو أن ضيفا حل بدار أحدنا عزيز المكانة عنده عظيم القدر في نفسه فأراد إكرامه، والله ليذهبن إلى السوق فيختار له من اللحم والذبح للشاة من أجود وأفضل وأفخر ما يكون إكراما لضيفه. ولله المثل الأعلى، أضاحينا التي نذبحها قربة لله عز وجل إنما هي عبادة نقربها إلى ربنا، فلينظر كل امرئ ما الذي قرب إلى ربه. وفي النهاية اللحم لك وأكلها لك وأنت المنتفع بها. قال الله سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فتالله ما أعظمه من إله كريم سبحانه وتعالى. يرزقنا المال والطعام ويعيننا على القربة والعبادة وشراء الأضحية والذبح، ثم يجعل لحمها لنا وأكلها لنا ويثيبنا على ذلك سبحانه. إنما هو الابتلاء الذي يتفاضل فيه العباد بتحقيق معنى التقوى لله عز وجل في أداء هذه العبادة الجليلة وهذه الشعيرة العظيمة، فإنها من تقوى القلوب كما قال ربنا سبحانه وتعالى.